السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على طريقة تجاوز كابتشا جوجل. يعني أنا لست برنامج روبوت، يعني عندما تقوم بالنقر على مربع أنا لست برنامج روبوت، في بعض الأحيان أو كثيرا يظهر لك مجموعة من الصور يجب أن تقوم بالتعرف عليها وذلك بالنقر عليها. لحل هذا المشكل كل ما عليك أن تقوم بتحميل هذه الإضافة التي ستجد رابطها أسفل الفيديو. تقوم بالنقر على إضافة إلى كروم، ثم تقوم بالنقر على تثبيت الإضافة. هذه الإضافة تعمل على متصفح جوجل كروم. ننتظر حتى يتم تثبيت الإضافة. كما تلاحظ معي تم تثبيت الإضافة. الإضافة تعمل بشكل تلقائي بعد تحميلها، لا تحتاج منك إلى الذهاب إلى الإعدادات أو شيء من القبيل. رابط الإضافة كما ذكرت لكم ستجدونه أسفل الفيديو مباشرة على المدونة. مثلا نقوم بالنقر على أنا لست برنامج لهذا في هذه الصفحة، يوجد زر كابتشا أنا لست برنامج روبوت. نقوم بإعادة تحميل الصفحة حتى أوضح لكم بشكل جيد. ننقر على ننتظر بعد، يعني بدون أن تقوم بالنقر، بدون حاجة إلى تقوم بالنقر سيتم تزاوج يعني كود، يعني أنا لست برنامج روبوت. لاحظ معي، نقوم بإعادة تحميل الصفحة. لاحظ، لا أنقر على شيء، لا أنقر على أي شيء، يتم تجاوز أنا لست برنامج روبوت ولن يعطيك أي صور. لاحظ معي، أكرر العملية ولن أفعل أي شيء. لاحظ معي، أنا لست برنامج روبوت يقوم بالنقر عليها بشكل تلقائي وبدون أي تدخل منك. وهذه هي الإضافة، تجدها في هذه الزاوية، لن تحتاج منك إلى الضغط عليها أو شيء من القبيل، فهي تعمل بشكل خفي وبشكل تلقائي وبدون أي تدخل منك. إن أعجبك هذا الدرس لا تنسى بالنقر على زر الاشتراك في قناة مستر ودين، وكذلك ادعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو. ولتتوصل بجديد حلقاتنا انقر على الجرس الذي يكون بجوار زر الاشتراك حتى تتوصل بجديد حلقاتنا. دمتم في رعاية الله، مع السلامة وإلى اللقاء.